بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على بعض الاستراتيجيات الخاصة بالسوشيال ميديا، هنتكلم تحديدا في مصر. فبنتكلم إن الفيسبوك زي ما احنا شايفين واخد نصيب الأسد في السوشيال ميديا، 34 مليون يوزر على الفيسبوك. بالنسبة للإنستجرام 7 مليون و600 ألف، 2 مليون و600 ألف على لينكد إن، 2 مليون على تويتر. فواضح طبعا إن الفيسبوك هو واخد أكبر نصيب من عدد اليوزر في مصر. لو اتكلمنا على أكبر 20 براند على السوشيال ميديا في مصر من ناحية عدد الفان ومن ناحية البوستنج، هنشوف الستاتيكس اللي موجودة قدامنا دي. فبيقول لي من ناحية البوستنج، الناس دي بتبوست حوالي 55 بوست على الفيسبوك، والفان بيز اللي عندهم 5 مليون. فأول حاجة، أول ما تسمع حاجة زي كده، بيج عندها 5 مليون، البيج اللي عندها 5 مليون دي، سوري مش 55، 5 مليون دي حاجة ميزة أو حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ ففقط كده دي. فلو حد قال لك أنا عندي بيج عليها وليكن مثلا 600 ألف أو 700 ألف أو عليها مليون، ده كده واو، يعني أنت كده خلاص البوست اللي أنت هتبوسته هيوصل لمليون شخص. طبعا ما كانش حد غيرك، وكان الفيسبوك نفسه كان اتخرب بيته، ما كانش حد هيعمل إعلانات أصلا. اما ايه الفكره بالظبط؟ الفكره ان انت اوريدي لو عندك مليون يوزر بتوصل لاحسن الاحوال ل1000 يوزر، يعني بتوصل ل1%. والالجوريزم دلوقتي المفروض، يعني المعلن، ان هو بيوصل ل0.5%. يعني انت لو عندك مليون انت المفروض توصل ل500 شخص من المليون. فطبعا الموضوع مش مفرح قوي، يعني موضوع ان انت شركه تقول لك انا زودت لك عدد اليوزر، الفان بيس بتاعت الشانل بتاعتك خليتها لك مثلا مليون، ولا خليتها لك 700 ألف او 800 ألف، ما تفرحش بالرقم ده، لان هو في حد ذاته مش حاجه مؤثره. طب مش حاجه مؤثره ازاي؟ طب مش البوست ده المفروض ان انا بعمله يتشاف؟ لا، احنا اتفقنا ان الالجوريزم بتاع الفيسبوك بيوصل ل0.5%. فطبعا حاول على قد ما تقدر ان انت لما تيجي تعمل اد عشان خاطر تبتدي تجيب ناس، تجيب الناس الصح. موضوع السيجمنتيشن والتارجتنج اللي احنا اتكلمنا عنه ليه؟ لان انت اوريدي اصلا من كل الفان بيز اللي موجوده عندك دي، البوست بتاعك تمام كده بشكل اورجانيك، طبعا عشان نفهم بس الكلمه دي، بشكل اورجانيك بيوصل لحوالي 0.5%. فانت اوريدي ما تهدرش زي ما بيقولوا ان انت يكون عندك ناس هم اوريدي مش السيجمنت اللي انت مختاره او التارجت اودينس اللي انت مختاره. انت مشتري يوزر وخلاص بيتابعوا الاكونت بتاعك، تمام. طبعا ده مش حاجه كويسه، ان انت اوريدي البوست اللي انت بتعمله بوستنج بيوصل لناس اوريدي اصلا مش هم السيجمنت بتاعتك، او حتى بيوصل لنسبه 0.5% منهم. طبعا انا لو اوريدي عايز اخلي البوست اللي انا بعمل بنشئه ده وصارف عليه كرييتيف، وصارف عليه جرافيك ديزاينر، وصارف عليه كونتنت مانجر، ونبتدي ناخد نحط في الكالندر الخاصه بالكونتنت، وناخد عليه ابروف، وينشر سايكل كبيره جدا، عايز البوست اللي انا بعمله بوستنج ده يوصل للفان بيز اللي موجوده عندي، يبقى ساعتها انت بتحط جانب بقى الفاينانس، انت هتدفع بادجت قد ايه عشان توصل البوست ده لكل اليوزر اللي موجودين. ساعتها بيكون اد، اوريدي هتعمل في الاد بتاعك او في عمليه الادفرتايزنج بتاعتك، لما تيجي بوست تبروموت بوست معين بتقول له انا عايزه يكون خاص بالناس اللي موجودين على البيج بتاعتك، يبقى ساعتها البوست ده هيوصل لاغلب. وهو طبعا بيديك ارقام، بيقول لك ده في الغالب هيوصل لعدد كذا، رينج معين، يعني بيقول لك ده هيوصل لعدد كذا من الناس اللي هم اوريدي موجودين عندك على السوشيال ميديا او على البلاتفورم اللي هو طبعا الفيسبوك اللي بنتكلم عليه حاليا، تمام. فموضوع ان انت تفرح بالرقم العالي، لا، خلي بالك ان انت لازم تصرف عليه. طبعا ان انت تعمل يكون عندك 5 مليون وبوست 55 بوست، 55 بوست انت لو ما تصرفش عليهم، يعني انت لو شركه ما عندهاش بادجت عاليه، طبعا رقم 55 ده يعني تقريبا بتعمل 2 بوست في اليوم، تمام. الاثنين بوست دول لو انت ما عندكش بادجت تصرف عليهم وتوصلهم للفان اللي موجودين عندك على الشانل، يبقى انت ما بتعملش حاجه، انت بتصرف يعني بتضيع الريسورسز اللي عندك على كلام فارغ، يعني 0.5%، انت بتتكلم على رقم بسيط جدا. بتضيع وقت الكونتنت مانجر، بتضيع وقت كرييتيف بالنسبه لحته الديزاين وهكذا،
بتضيع مجهود ناس في حاجة اوريدي مش هتكون مؤثرة. عمل ايه مؤثر؟ ان انت تبوست بمعدل معقول، لو هتبوست مثلا في الاسبوع 3 مرات بس هتعرف تصرف على الكلام ده، اوكي. لو انت شركة طبعا عندها امكانيات مادية، او في حدث معين، مناسبة، في عيد، في رمضان، ناس بتشتري القوة الشرعية عندهم كبيرة جدا. طبعا بالمناسبة الستاتكس دي كانت متاخدة في رمضان اللي فات، فاوريدي تمام، اوكي، بوست بمعدل 2 بوست في اليوم، لان يعني الناس فعلا في الفترة دي القوة الشرائية بتاعتهم كبيرة. فانت عندك عروض، عايز تحرق العروض دي، او العروض دي هتجيب الثمن اللي انت بتدفعه في البوستنج، فمفيش مشكلة فيها ساعتها. طيب بالنسبة لتويتر، هو بيقول لي حوالي 300,000، بيبوست حوالي 41 بوست في الشهر. بالنسبة ليوتيوب، عدد اليوزر، عدد السبسكرايبر اللي هما بيتابعوا الشانل بشكل شهري، حوالي 35,100. بيقول لي الناس دي أكبر 20 براند بيعملوا حوالي 6 فيديوهات في الشهر. طبعا دي زي ما قلت كانت حاجة خاصة برمضان اللي فات، فأرقام رمضان دايما بتبقى عالية جدا. حتى الانتراكشن، فبيقول لي والله على الفيسبوك اكبر 20 براند بيحصل معاهم تفاعل، انجيجمنت يعني، لايك شير كومنت، حوالي 400,000، 35,000 يعني وكسور، يعني داخل في حوالي 36,000 تقريبا، سوري. نسبة الرد على اليوزرز دول او الفان دول او الناس اللي بيعملوا انجيجمنت معاك بتبقى حوالي 75%. طبعا دي نسبة كويسة، انت لو براند عندك 5 مليون او في واصل ل 36,000 تفاعل ورديت على 71% منهم، ده كويس، مش وحش. على تويتر نسبة الانتراكشن او الانجيجمنت على تويتر حوالي 2824، يعني مقرب ل 3,000 تقريبا. نسبة الرد من خلال التوب 20 براند حوالي 51%، برضه نسبة مش بطالة. طول ما انت فوق 50% دي نسبة كويسة، كل ما بتعلى طبعا بيكون أحسن. بالنسبة لليوتيوب، الانتراكشن بيبقى حوالي 5,500، وطبعا دي برضه بنسبة كويسة جدا. التشار ده او الجراف اللي موجود ده بيوضح الكلام اللي انا كنت بقوله، اللي انت ما تفرحش بحتة الفان بيس والبوست، وان انت تعمل بوستنج على الفوز. هنا في الجراف ده بيقول لك والله في براند بيبوست حوالي اقل من 255، يعني ممكن يكون هنا عامل بوستنج حوالي مثلا 230 بوست في الشهر. ال 230 بوست دول وصلوا لعدد يوزر بيقول لي فوق ال 0 كي بحاجات بسيطة، يعني ممكن يكون وصلوا ليوزر مثلا 2000 او 1000 يوزر او 1000 فان. في حين ان مثلا حد زي البراند ده اللي هو عامل بوستنج تقريبا حوالي 60 بوست واصل لحوالي 1,700,000، يبقى ده هنا فعلا صرف على البوست اللي هو بيعمله، فوصل للعدد ده من اليوزر. حتة الريتش اللي هو اوريدي ظهر الإعلان بتاعه أو ظهر البوست بتاعه لحوالي 1,800,000. عكس ده حرق فعلا وقت ومجهود ناس كونتنت وجرافيك ديزاينر، وضيع وقت كبير في عدد ريتش قليل جدا، مقارنة طبعا بالشخص أو بالبراند اللي عمل بوستنج حوالي 60 بوست بس وصل بيهم لنسبة عالية جدا. دي بعض التشيك ليست اللي انت لازم تكون عندك ومحضرها كويس قوي قبل ما تبتدي تدخل في السوشيال ميديا. بيقول لي ميك شور يو هاف ريسورس، انت يكون عندك ريسورس، عندك الناس اللي بتقدر تكتب كونتنت كويس، عندك الناس الكرييتيف، عندك الناس اللي هم الديزاينر الكويسين، عندك بادجت تقدر تصرف بيها على الاعلانات بتاعك. طبعا تبقى فاهم اللاندسكيب، السوشيال ميديا لاندسكيب اللي انت شغال عليها، بالبيهيفير اللي موجود عليها من اليوزر، طبيعتهم ايه بالظبط. تتابع دايما الكومبيتيتور، اللي تشوف المنافسين ليك عملوا ايه ووصلوا لايه على
السوشيال، وطبعا ان شاء الله هوريكوا ازاي تقدر تتراك الكومبيتيتور ليك، تعرف هم وصلوا لايه وعندهم قد ايه من الفان بيز وبيعملوا انجيجمنت فيزيت قد ايه. بيقول ensure stay update with trend، تكون عارف ايه هي الترندات اللي موجوده حاليا بحيث ان هي تشتغل لها. وفي ان شاء الله في جزئيه الكونتنت هنتكلم يعني ايه هو الترند تشيكنج وتستغل فكرة الترند ده ازاي، وتكون ابديت كمان بالتكنولوجي اللي موجودة بالتول اللي موجودة وبالابديت طبعا اللي على الشانل اللي انت شغال عليها. يعني مثال بسيط قوي حتى في الابديت دي، انت مثلا كان الفيسبوك كان من فترة 4 شهور او 5 شهور، كان لو كنت انت تجاوزت في الاعلان بتاعك نسبة 25% تكست، هو المفروض ان هو بيبقى فيه 75% صورة وال 25% تكست، ده حد أقصى بالنسبة للتكست 25%. تجاوزت أنت بقى 25% دول، الإعلان بتاعك أصلا ما كانش بيتقبل. تمام؟ طبعا الموضوع ده حاليا اتغير بقى بيقبل، مفيش مشكلة خالص، بس بيقلل الريتش شوية، بيقلل نسبة الراشنج أو ظهور الإعلان بتاعك قدام اليوزر. ودي كلمة الريتش. الريتش دي يعني ايه؟ ان هو already بيقول لي the number of people who saw your post، الناس اللي هم شافوا البوست بتاعك. الريتش بيقول لي ممكن يكون organic اللي هو بوست organic وصل لكام شخص بالظبط، وممكن يكون viral، الفيرال اللي هو ناس شافوا الكونتنت قوي قوي بتاع البوست اللي انت عامله فعملوا شير. ممكن يكون paid اللي هو طبعا بندفع عليه فلوس عشان خاطر تقدر توصل الفان بيج اللي موجودين عندك على الشانل او حتى بره الشانل. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الكاركتر يو ويل ميت اون سوشيال ميديا، اشكال اليوزر او الاكونتات المختلفه اللي انت ممكن تقابلها على السوشيال ميديا. سوري.